ورجعنا لكم مرة تانية، وصلنا معاكم لآخر فقرات حلقتنا النهاردة استشارة طبية. كتير مننا أو معظمنا بنفضل سايبين نفسنا للأكل والعادات الصحية السيئة، فبنلاقي نفسنا وزننا زاد وإحنا مش حاسين، وناخدش بالنا غير لما يحصل لنا مشكلة صحية أو نلاقي نفسنا مش لاقيين مقاساتنا في اللبس، نبدأ نتخض ونتفاجئ ونجري نقعد نسأل نخس إزاي. طب أنا عايزة أخس 20 كيلو في شهر، أنا عايزة أخس 10 كيلو عشان عندي مناسبة أو عندي فرح. كل ده ممكن يعمل لنا أصلا ضغط نفسي. إزاي نقدر نخس بشكل مظبوط؟ هنعرف ده إزاي مع ضيفتنا اللي منورانا النهاردة، الدكتورة أميرة مهيب، خبيرة التغذية العلاجية وعلاج السمنة من الفريق الطبي لشركة أون تارجت فارما. أهلا بيك يا دكتورة. أهلا بيك يا أميرة، منورانا دايما في الفقرات الطبيه وبنحاول نستفيد. ربنا يخليكي، منوره بوجودكم. قولي لي نعمل ايه علشان نخس بشكل صحي؟ طيب اهم حاجه انا لازم ابقى فاهمه كويس قوي ان انا عندي ثلاث مواتير في جسمي محتاجين بنزين عشان يعرفوا يقضوا الوظائف بتاعتهم بشكل صحيح. اول حاجه عندي الجهاز الهضمي، تاني حاجه عندي الجهاز العصبي، ثالث حاجه واللي هتكلم عنها دلوقتي الجهاز العضلي. طيب الجهاز العضلي ده مهم في ايه؟ انا لما بنزل في الوزن بشكل سريع بقى لاي ان كان السبب، عندي فرح، عندي مناسبه، ايا كان، عندي صيف بالظبط، انا بفقد الساحل بالظبط بفقد كتله عضليه، وساعتها انا ما بنزلش دهون، وللاسف بتعرض ان انا بفقد معادن كتير قوي في جسمي، بفقد فيتامينز زي مثلا فوليك اسيد، فيتامين بي 12، طبعا الحديد. كل ده بيعرضني ان انا اخش اولا سوء تغذيه بتؤدي لضعف المناعه، المناعه بالتالي هتوصلني للانيميا، الانيميا، وصلنا للانيميا يعني الحرق عندي واقف طبعا. طيب يعني في ناس بتيجي تقول لي انا يا دكتور نزلت من 20 ل 30 كيلو او 15 كيلو في شهر. طيب ده رقم كبير جدا يا جماعه، ده رقم يخض. انا هفرح بالنزول اللي انا نزلته فعلا، بس المشكله ان انا بنزل عضلات ما بنزلش دهون، فانا كده بسمي النزول ده نزول وهمي، انا فقدت كتله عضليه. طب لما افقد الكتله العضليه هيحصل ايه؟ الكتله العضليه دي هي موتور الحرق، هي اللي بيوصل لها كل حاجه عشان تبدا تشتغل ويحصل الحرق بتاعنا بشكل صح. طب لما الحرق عندي يبوظ يبقى انا كده وصلت لمرحله مش حلوه خالص، لان طبعا الهرمونات عندي هتبدا تبوظ. طيب زي ايه مثلا؟ زي هرمونات الثايرويد جلاند اللي هي الغده الدرقيه. طب انا بدخل نفسي في مشكله كبيره، طب انا اصلا ما عنديش مشكله في الغده، كل ده ممكن يوصلني ان الغده عندي فعلا ما تقضيش، يعني ما تشتغلش صح او ما تعملش الوظائف بتاعتها صح، بالذات الهرمونات المسؤوله عن الحرق بتاعه التي 3 والتي 4، دي هرمونات مهمه جدا. فانا ممكن اوصل لمرحله ان فعلا يبقى عندي مشكله في الغده الدرقيه. فشوفي النزول السريع بالشكل ده ممكن يعرضني لمشاكل قد ايه، انا لازم انزل تدريجيا. حلو قوي. ايه المعدل او النسبه الصح ان انا انزل بيها في الاسبوع مثلا؟ بصي لو اول مره هبدا اعمل دايت في اول اسبوع، مهم جدا ان انا ابدا انزل من كيلو لاتنين كيلو ماكسيمم. بعد كده من اول الاسبوع التاني مسموح لي ان انا انزل من كيلو ونص لتلاته كيلو. طبعا بتختلف من حد للتاني على حسب طبيعه الحرق بتاعه، على حسب جسمه، هل هو عنده مشاكل ما عندوش مشاكل، عنده مشاكل صحيه يعني او ما عندوش مشاكل، كل الحاجات دي بتفرق. فلازم ابقى فاهمه ده كويس قوي، مش مهم ان انا انزل بسرعه، المهم ان انا انزل تدريجيا وافقد الدهون اللي موجوده، ما انزلش كتله عضليه. حلو قوي. يمكن كمان الخسسان السريع ده بيعمل سقوط في الشعر، بيعمل طبعا ضعف في البشره، الضوافر بتتكسر، كل الحاجات دي. يعني سقوط، يعني التساقط بتاع الشعر ده والبشره، كل ده نتيجه الانيميا. الانيميا ما بيبقاش في عندي هيموجلوبين وحديد كفايه، فما فيش اكسجين بيوصل للخلايا دي، فبالتالي الخلايا مش بتقوم بالدور بتاعها الصح، فعشان كده بلاقي شعري بيقع، بشرتي بهتانه، دايما تلاقي وشك مصفر، باين انت خاسه قوي، وشك تعب. طب الفقدان الوزن السريع ده بيرجع بسرعه؟ طبعا. عشان انا نزلت عضلات ما نزلتش دهون. انا لازم احافظ على الكتله العضليه، العضلات عندي هي اللي بتحرق، فبالتالي انا لما بنزل عضلات انا كده اولا بعرض جسمي ان انا يبقى عندي ترهلات، لان انا بنزل مره واحده مش بنزل تدريجيا، فالجلد عندي عامل زي يعني زي الاسترتش كده، فلما بنزل مره واحده بيرجع يبقى فيه ترهلات، بيبقى فيه كرمشه، بشرتي بتبوظ، فكل الحاجات دي بتاثر على شكلي وعلى صحتي. انا عايز انزل نزول صح بشكل سليم من غير ما اثر على اي حاجه في صحتي، ولا في شكلي ولا في شعري ولا بشرتي. حلو قوي. ازاي ممكن تساعدي حد جاي لك يقول لك انا عندي مثلا مناسبه، عندي فرح كذا كذا كذا،
وعايزه اخس بسرعه. هو احنا المفروض ما نوصلش للمرحله دي اصلا، احنا صح. المفروض ان احنا ما نزنقش نفسنا، نستغل بقى فتره الشتاء اللي احنا فيها دي عشان احنا معدل الحرق عندنا في الشتاء بيبقى اعلى كتير من الصيف، نحاول ان احنا ننظم وجباتنا، ناكل اكل هيلثي، في نفس الوقت الوجبات نحاول نقننها على قد ما نقدر. وكمان المفروض ان انا لو عندي مريض جاي بيشتكي من موضوع السمنه ده وحابب ان هو ينزل، انا ما بيفرقش معايا نزول على الميزان. نزول على الميزان ده حاجه مش صح خالص، لان انا المهم ان انا انزل يبقى شكلي حلو. انت ممكن تبقي نزلتي مثلا 3 4 كيلو بس الناس تقول لك ايه ده، انت ايه يا هند انت نازله كتير، كانك نازله 10 كيلو. انك نزلتي صح، نزلتي دهون، وفي نفس الوقت انت محافظه على وشك نضر، مفيش انيميا، مفيش فقدان المعادن بتبان، كل ده بيبان على وشي وعلى صحتي بسرعه. فده المهم، ان الميزان مش اهم حاجه في حياتي، لا انا المهم عندي ان انا انزل بشكل صحي وسليم وافقد دهون على قد ما اقدر. بنساعدهم ازاي؟ هل فعلا يعني كورس الاناسيليوم بيساعد الناس دي انها تخس صح ويساعدها في انها تحرق وتحس بالشبع؟ يعني كلمينا اكتر عن الكورس. بالظبط ده بقى اللي انا حابه ان انا اتكلم عنه وافهم الناس يعني ايه نزول بشكل صحي. النزول بشكل صحي ان انا طبعا اول حاجه احافظ على الكتله العضليه، تاني حاجه ما يفرقش معايا موضوع المقاسات ده خالص، زي ما قلت اهم حاجه ان انا انزل نزول صح وانزل دهون. طيب هنعمل ده ازاي؟ بالذات بقى الناس اللي هي بتبقى يعني عندها سمنه دي بيبقى موضوع الاراده عندهم بيبقى صعب شويه، فمحتاجين عوامل مساعده ان هي تساعد ان تسد معاهم الشهيه شويه عشان نقدر ان احنا نحد من الوجبات بتاعتهم. وده اللي بيعمله بقى كورس الاناسيليم. هو بيبقى غني بالالياف الطبيعيه وكمان فيه فيتامين سي وماده البرومالين، الحاجات دي كلها مع بعض بتعمل لي بتعلي المناعه عشان فيتامين سي، وفي نفس الوقت فيها نسبه عاليه من البرومالين، ده بيساعد على حرق الدهون. فهو بفكرته ببساطه ان الالياف دي بتنزل في المعده، بتنفش، بتعمل بلك، بتبدا تملالي معدتي حيز المعده تقريبا من 3/4 لتلتين المعده، وبشرب بعديها يعني بحط نص كوبايه ميه قبل الوجبات الرئيسيه وبشرب بعديها كوبايتين ميه، وابدا بقى اكل الوجبه بتاعتي، امشي على الدايت اللي احنا بنبقى عاملينه وناكل الوجبات المفيده لحالتي الصحيه او المتماشيه مع حالتي الصحيه بس. وبعد كده بقى ايه بنبدا بقى واحده واحده نشوف. طيب لو البيشنت ده جاي لي مثلا عنده امراض مزمنه، ضغط، سكر، قلب، ست بتكون مثلا لسه خارجه من فتره الولاده، بترضع، طفل صغير، حد ما كانش عامل دايت قبل كده، ببدا ارشح له كورس الاناسيليم العادي. طيب كورس الاناسيليم العادي ده عباره عن الالياف وسكر سيسل. طبعا حد يعني مريض سمنه اكيد بيحب الحلويات. قبل ما نكمل كلام عن الحلويات خلينا نروح بس ناخد مداخله من مريان من الجيزه. مريان ازيك؟ مساء الخير عليكم. الحمد لله. احكي لنا مريان عن الاكسبيرينس بتاعتك او التجربه بتاعتك مع الخساسان والكورس بتاع الاناسيليم. طبعا انا تجربتي كانت في الاول كنت خايفه جدا، ما كنتش بستأمن ان انا اخد كورس، يعني كنت قلقانه يكون زي الحاجات اللي بطلبها بتضحك عليا فيها، فكنت قلقانه جدا. فانا كانت بطبيعتي بحب الاكل جدا، فكان وزني بصراحه كان 90. وجربت الاناسيليوم معايا دكتور مارتينا، كانت متابعاني، كانت بصراحه في متابعه كويسه جدا على الواتساب، وكانوا على طول في اتصال يوصلوا معايا انا وصلت لايه، حاسه بايه، وزني كان كنت على طول اوزن كل شهر بتابع معاهم. وطبعا يا دكتور اميره كانت تجربه بالنسبه لي ان انا انتنع عن الاكل كانت صعبه جدا، لان انا بطبيعتي بحب الاكل، والاكلات التكاوي برضو بالنسبه لي ما اقدرش استغنى عنها. ولا حد يقدر يستغنى عنها. لا ما اقدرش يعني ما اقدرش. طيب انت لسه منتظمه على الدايت؟ الحمد لله وصلت 60 ومكمله. تمام. عايزه توصلي يعني لكام كيلو؟ الوزن المثالي بتاعي 61 او 59 في الحدود دي، يعني اوصل للوزن المثالي بتاعي وان شاء الله اثبت. ان شاء الله ان شاء الله حبيبتي توصلي للوزن اللي انت عايزاه. في الاول كنت خايفه جدا بس الحمد لله انا يعني بجد بجد انا بشكر الدكتور اميره، بشكر الدكتور وانا بشكرك اللي كانوا متابعين معايا، وبجد انا انصح اي حد ياخد الكورس الاناسيليوم ده وهو مغمض عن تجربه بجد. وبشكركم كلكم بجد. واحنا كمان شكرا، بنشكرك، شرفتينا.
دكتور نرجع لأنواع الكورسز المتوفرة، قولنا أنت قلتي لي إن في كذا نوع من بالضبط. أنا عندي زي ما قلنا نوعين، هو نوع الكورس الأسام العادي ده اللي برشحه لأي حد عنده أمراض مزمنة، ضغط، سكر، قلب وهكذا، سيدات بترضع، أطفال سنهم صغير ابتداء من سن 3 سنين. طيب حد بقى عنده مثلا هيستوري في الدايت قبل كده وجرب يعني برودكتس كتير في الدايت او عمل انواع كتير من الدايت ووصل لمرحله كده احنا بنسميها في الدايت البلاتو، يعني ثبات الوزن، ده هعمل معاه ايه؟ ده طبعا هرشح له كورس الانسجام المكثف. كورس الانسجام المكثف ده عباره عن الالياف وسكر تيسال، وبنزود بقى معاها حاجات تانية، ممكن ازود جرين كوفي، ممكن ازود مورينجا، ممكن ازود كبسولات المورينجا، كمان كبسولات الانسيليم اللي بتبقى موجوده دي بتبقى اساسيه اصلا في الكورس، دي عباره عن كافيين وماده الجارسينيا كامبوديا، الاثنين دول بيعلوا معايا جدا احساس الشبع، بتسد الشهيه جدا وفي نفس الوقت بتعلي الحرق. طيب حد ممكن يكون عنده مثلا مشاكل صحيه، عنده انيميا، عنده نقص فيتامين دي، عنده مثلا مشاكل في الغده، بياخد مثلا التروكسين بنسب معينه، الناس دي هعمل معاها ايه؟ الناس دي انا ما اقدرش اوعدها ابدا ان هم لما ياخدوا الكورس ان هم هيخسوا، لا مفيش حاجه اسمها كده، انا لازم اعالج السبب الاول اللي موجود عندي وبعد كده او مع الكورس بتاع الانسيليم والدايت هبدا اخس، لكن من نفسي كده اخد يعني اي حاجه من غير ما ابقى متابعه مع حد متخصص في موضوع النيوتريشن وان انا اخد ادويه مش معروفه هي اصلا ايه، ده غلط تماما. فبنرشح الكورسات دي للناس دي، في نفس الوقت احنا بنبقى عاملين لهم اوريدي، بنبقى عارفين الهيستوري بتاع البيشنت، عارفين هو عنده ايه، أهم حاجة نديله الكورس المناسب للحاله بتاعته. وممكن يعني برضو اضيف له لو هو الحرق بتاعه يعني ضعيف جدا، ممكن اضيف له السيلاك ده من الحاجات الحلوه جدا اللي بتعلي معايا الحرق قوي، لان هو يعني انا بسميه بصراحه الحل السحري لاي حد بيواجه مشاكل في ثبات الوزن. يعني وصل لمرحله ان هو بقى عنده ثبات في الوزن، فبالتالي احنا بنديهوله علشان بيعلي معايا الحرق تقريبا 5 أضعاف الطبيعي عن طريق المكونات اللي بتبقى موجوده فيه. هو مكون من الكافيين والال كارنتينين وفيتامين سي وكمان ماده الكروميوم، حاجات كلها طبيعيه. طب بالزبط. التواصل معاك يا دكتور بيكون ازاي؟ بيكون عن طريق الارقام الموجوده على الشاشه، سواء واتساب او كول، وعن طريق الصفحات الرسميه بتاعتنا شركه اون تارجت فارما على الفيسبوك، ودكتور نهال حافظ الصفحه الرسميه بتاعتها على الفيسبوك، وكمان على الانستجرام صفحه اون تارجت فارما وصفحه دكتور نهال حافظ. دكتور ايه النصيحه اللي ممكن تقدميها للمشاهدين يتبعوها لما يحبوا ان هم ينزلوا في وزنهم بشكل صحي؟ اهم حاجه ان انا الدايت ده ما يبقاش فتره مؤقته وننساها، احنا لازم نبدل العادات السيئه بتاعتنا تدريجيا عشان الموضوع ده بيبقى صعب ومحتاج اراده، وعشان كمان ما انزلش زي ما قلت في الكتله العضليه بتاعتي، انا لازم انزل في الوزن نزول تدريجي، فلازم اعتبر ان الدايت ده هيلثي لايف ستايل انا همشي عليه. لو مثلا عايزه اعمل رياضه احاول بقدر الامكان ان انا اعمل رياضه، مش قادره اعمل رياضه خالص اجرب اعمل في البيت، لو مش قادره اروح الجيم اتمشى او استغل اي مشوار انا بعمله ان انا اتمشى بالظبط. يعني الحركه برده مفيده جدا لجسمي كله وكل الانشطه الحيويه اللي بتبقى موجوده يعني في الجسم، فالحركه مهمه، الدايت مهم، وان هو يبقى هيلثي لايف ستايل مش فتره مؤقته وان احنا نعديها كده وخلاص. حلو قوي. ايه ازود ايه كمان غير الاكل الصحي؟ ايه في العادات الصحيه الثانيه اللي انا اقدر اعملها؟ احاول بقى مثلا ان انا اشرب حاجات تعلي مثلا معايا الحرق، تعلي معايا المناعه، زي المورينجا مثلا. المورينجا من الحاجات الحلوه جدا اللي بتعلي المناعه قوي وفي نفس الوقت هي بتعلي كمان الحرق معايا. المورينجا دي انا بسميها شجره المعجزات، لان هي عدو كده شرس لثلاث حاجات، عدو للعجز لان هي بتحافظ على البشره جدا، على نضاره البشره وعلى الالاستيسيتي الموجوده فيها، وكمان التشوهات اللي بتيجي في البشره كل ده هي بتحافظ عليه عشان في هرمون كده اسمه هرمون الزياتين، ده الهرمون ده احنا بنسميه اكسير الحياه، ده فعلا افكتيف جدا بيظبط الهرمونات للسيدات اللي هم في فتره المينوبوز او فتره انقطاع الدوره الشهريه بعد سن معين، فهرموناتهم بتبقى متلخبطه، فبالتالي هو بيظبط جدا الهرمونات دي،
اولا ثانيا سوري بيظبط مستوى السكر في الدم، وكمان هو في 64 نوع من الانتي اوكسيدنتس، وانا الانتي اوكسيدنتس دي من الحاجات المهمه جدا لجسمي، لان زي ما قلنا في شوارد حره بتبقى موجوده في الجسم او الفري راديكلز، دي بتعمل لي مشاكل كتير قوي في الخلايا، او بتسبب ان الخلايا تخليها يبقى فيها يعني ما بتعملش الوظائف بتاعتها بالشكل الحي والصح. فالمورينجا من الحاجات الحلوه جدا، وفي منها كبسولات على فكره برضو بتعلي معايا جدا، بتسد الشهيه وفي نفس الوقت بتعلي معايا الحر، فممكن نستخدم. يعني كلها نصايح مفيده جدا، وحاجه تخلينا كده نتشجع ان احنا نخش كده السنه الجديده بصحه كويسه ونفسيه كويسه ونعمل بالزبط. كل حاجه. للاسف احنا خلصت فقرتنا وخلصت حلقتنا النهارده، وان شاء الله تنورينا في حلقات تانية يا دكتور باذن الله ونستفيد منك. خلصت حلقتنا النهارده، استنونا ان شاء الله في حلقات تانية كتير. باي باي.